كرهتني في نفسي وفي اسمي وفي علمي وفي شرحي وفي اعلامي وفي هدومي وفي بيتي وفي ولادي وفي عيلتي، وكرهتني في الدنيا. حرام عليكم. اصل البودي جارد ده لازم يبقى له مواصفات خاصه، يعني لازم يبقى طول عرض. زي كده انا عارفك، بص عليا عشان بالظبط تيبيكال زي. وبعد ده انت، ده انا اي طلاق ما هسيبك. في ايه يا ابن المسروع انت وهو؟ ضربونا يا ابويا ضربوكوا كده يا ما انت على قد اللي عمل فيكوا كده يا ولاد ابو اسماعيل. ولاد ابو اسماعيل تاني، ولاد ابو اسماعيل. قالوا لك ايه عني كمان؟ قالوا عنك يا باشا انك كهسي شويه. ايه كمان؟ وانك عنيف قوي. وايه كمان؟ وانك ظالم ظالم قوي قوي يا باشا. يا ملتيع يا ملتيع، دي لو فيك واحد بني ادم مكتوب في سجل الميلاد بتاعته انه هو ذكر يظهر لي وجه. سيرفع تورام سيسدد سيسدد تهدافه. دي البدايه، دي لسه دي احنا بنسخن. حد يقول لهم ان احنا لسه بنسخن؟ قول لهم ان احنا بنسخن. وحده ممتازه عادي. شايفين التفاهم والتناغم والانسجام يا فرقه؟ اقصد حكيم العرضيه انصر. انا الملك يالا، فاهم؟ انا الملك. هنا انت هنا هتلعب تاني، معاك حاجه تاخد فيها؟ وبعدين انا برضو ما رضيتش اتكب كده من اولها زي الجردل. انا قلت برضو الواحد ايه ياخدها سنه سنه كده، انت عارف انا بحب دايما يبقى لي حكايه الشخصيه. ثلاثة وكرة موزمبيق الخطيرة، الهدف التعادل، هدف التعادل، كرة من الباك ودي خطأ دفاعي وانفراد وهدف ثاني. سيس، جيل السيس، شباب الخنافس بقوا أبطال أكبر. أمال إحنا كانوا يسمونا جيل إيه؟ الديناصورات والتعارب؟ قوالب نامت والإنصاص قامت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان. هضرب نفسي. لا خلاص بضرب نفسي. خلاص والنبي، اليوم اللي شفتك فيه بضرب نفسي. خلاص طب عارف تتكلم ولا عارف تقول حاجه ولا عاوز تفهم؟ الله اكبر. مباراه مصر المرشح الدائم وصاحب الارقام القياسيه. اسكت اسكت. حاضر طيب. ايه طالما انا في العمليه يبقى خلاص. ما هي خلاص فعلا. ده فرصة محمد صلاح وهدف. مصطفى محمد يقتنع التسجيل. ثانية 1-0. عايزين بقى نكمل اللعب بنفس القوة والحماس ده. ناحية كان ناحية زاوية صعبة. نظرة لاعب رقم 19 الساتر يا رب. سلام قولا من رب رحيم. ريحة حلوة. تريزي جو وهي الكورة هتلي في مرمى المغرب. المنعم، لسه بنحكي على عبد المنعم. هنا ادي مصطفى. معلش انت معانا ولا مع غندور؟ مع غندور. مع غندور. المو في الميه يا جماعه. اسد اسد يا جميل، انت ما شفتش اللي انا شفته؟ لا شفته يا راجل. الشناوي دائما وابدا. والله الواحد ما بيشيلش غير هم النبر بتاعكو ده. لو كل واحد يخليه في حاله. مستني اعرف الخازوق فين. العقاب والاجي. خازوق، صدقني في خازوق. اهو اهو الخازوق اهو. يا ثلاثة وكرة موزمبيق الخطير. ايه ده؟ ده جول وجول حلو كمان. هدف التعادل، كرة من دي باظت باظت ولاظت. وادي خطأ دفاعي وانفراد. انا مش عايز اقول كلمة وحشة. احمص احمص وانتوا عارفين ايه معناها. وهدف تاني. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اشكي لمين انا ولا احكي لمين؟ ما حدش هيصدقني اذا كنت انا مش مصدقني. هدف تاني عن طريق نفس لا الفلوس راحت علينا خلاص. يا رب الصحيح ما يكونش فاتح التلفزيون بيتفرج على الماتش. عم شوف الثغره الدفاعيه ودي كده مش هناخد ولا مليم. الانطلاقه وسيليسو اللي كان يوم اخبر يوم ما عرفناكم. الانطلاقه وسيليسو اللي بيتسجل. واحد بياخد الادويه دي من شويه. عرضيه خطيره وتسديده. استنى بس اما نشوف المسرحيه دي هتخلص على ايه. هدف التعادل بيضيع. العيب مش في اللعيبه، العيب في الخطه. حاسبني اخر الموسم،
ولو هتديني تبس يبقى كرم منك. يا سلام، وادي التدخل وعلى هناك ركله جزاء. بيني وبينك الفار تدخل قوي مع مصطفى محمد. روحك لسه بدري والماتش طويل، هنعمل الريمونتادا ان شاء الله بهدف التعادل. يا صلاه النبي، يا صلاه النبي. فيها رياض المنفلوطي بتاع زمان وصل وجايينكم في الطريق. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. هو انت لازم انت اللي تكفلها؟ هو ايه الرخامه دي؟ ما تقول شكرا. اقول لك شكرا على ايه يا راجل؟ لا يا راجل متعبر، كان معانا في الخناق، هو اكيد واحد صاحبنا بس مش هيبان دلوقتي. ما ينفعش كده يا اخي، في راجل يعيط ليه يعني؟ خلاص صابر، ده عيالك. لا اله يا ابني، لا بلاش يا يامه، ابوس ايدك. دورك يا استاذ، دورك. بغداد، بغداد انتظر بغداد. دور دور بغداد بنجاح، اول من هو الرقصه التي تذكرنا بالمباراه. بغداد وبغداد يرقص معاه. ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعامه دي؟ ايه الشياكه دي؟ ايه الفخامه دي؟ اللهم لك الف حمد وشكر يا رب. هيدا الكره، هيدا الكره، بغداد بغداد بابا، هدف عالمي كده. ماشي يا حبيب ليجي، بص بص معاه. ماشي يا عم، ماشي يا حبيب ليجي، يوسف انتظر يا رب. شوية حظ صغيرين، شوية حظ بس يا رب. الله يخرب بيتك، ده انت غبي 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 غبي. معي مكان يا استاذ مصطفى، وانا مال وانا كنت السبب. يا دي فارس شارجا في ظلون وكده مثلون والكل هيقلع فكرك. شاكرين يا جماعه، اعتبروا الماتش خلص ومفيش حالتي النفسيه. معلش شويه كده، معلش شويه كده عشان حالتي النفسيه. من المجموعات الى الدور الثاني بالراس والعب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل مش مدخل التشكيل خطير مره اخرى ومره ثانيه. الحقونا الحقونا الحقونا. فالكرة الكرة الثابته، يوسف المساك البدايات. ايه انا عملت ايه؟ فرصه الهدف والحارس سلامات. هذا ما اللهم لك الف حمد وشكر يا رب. اضرب يا شويني مشير المنتخب التونسي يا جدع. يا جدع حرام الضرب ده كتير والله، الضرب ده سبب قصري هتنقصني. معلش شات الكرة كار. انت ايه حكايتك؟ ايه حكايتك؟ ايه حكايتك؟ الو الو 300 الو يا جدع، هو مفيش دم؟ مفيش دم؟ وعمال اشرح، عمال اشرح يا دنيا مركش غيري ولا ايه؟ خطيرة وفرصة، الهدف الأول، الهدف الأول لناميبيا. يستاهل يستاهل الحقيقة، هدف القاتل على طريقة ماتش جامبيا، روتو الحقيقة هدف. كرة في الشبكة منتخب ناميبيا. مظبوط، يلا انت مش مظبوط، انت بتتعاطى حاجة؟ ايه امال ايه فتحة الصدر الجامدة دي؟ دراءة. لا ده مش دراءة، مش جراءة، ده برشام. انا جدع لايك اقرا لي، قول لي الله ينور، ما تشتمني وفي ما كده بتقدرني، انما ما تعمل تقرا وما تعملش حاجه. السلام عليكم.